الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم أيها المؤمنون عن نعمة العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أعطي عبد من نعمة بعد نعمة من نعمة العافية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في ديني وفي بدني. النهار أيها الإخوة الكرام، السبيل إن شاء الله عز وجل أفيض النعمة من نعم الله عز وجل أفبني آدم، نعمة يدير اسمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة العافية. نعمة العافية زيوت النعمة إغلي دعو يسنى صلى الله عليه وسلم كل صباح كل تمديد خلاص يا رب العالمين أتسقصير أنت مستغورك أكبر البر تمزور العفو خطر ربي سبحانه عز وجل ما لا تدعو بنادم إلا قد يتمس الغرس سير الصفة من صفاته العلى نصير اسم من أسمائه الحسنى. إذا سيدنا رسول الله استعد إيمانا أم كان ندعو يقال يا رب العالمين أغنيت سيري تعفو وتسالى أكبر باب يتفكر العافية يتعفر يديني يتعفر يالبدني يتعفر يالجسدي. لذا جاء أحد الصحابة وهو حبيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يدخل عليهم وعليه أثر الماء من الوضوء. يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يتوضا يبيد الوضوء. إذا سيدنا رسول إذا أنت سقيت الرمى السنة ينس هي الدحية ينس هي الآيات ينس الشريفة. فقال له هذا الصحابي: أراك يا رسول الله طيب نفسي. يسألني سؤالك يا رسول الله النفس طيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. الناس النبي عليه السلام أجل أقول الحمد لله النعمة ربي عز وجل ويرد الوضوء أثر الذنوب الأغنين مع قطرات الوضوء. ثم استفاض الصحابة في ذكر الغناء. بعد أن الصحابة هدرا في الغناء، هدرا في كثرة المال، هدرا في السعاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى. يسلم يعني السلام الله يبارك العفوين يفكار بين المال يفكاس بالجاه يفكاس بالخير إن يسميت جمليس تقوى
mais elle ne laisse pas Rabbi subhanahu wa ta'ala, il ne laisse pas inshallah. ولكن الصحة خير من الغنى. إن يستبع الإنسان ولكن الصحة أفضل من الغنى والطيب النفس من النعيم. إن يستبع الإنسان من يسعى السعية إن يرنيس التقوى الطاعة ربي إن يسد الحاجة يفسد إن يسد ولكن الصحة تغلب أيها الإخوة الكرام الغنى. وإذا والد مشرح للنبي صلى الله عليه وسلم وكني قرص غيث الهناء لهنا تغلب الغنى لهنا صدمان الغنى يكمل سيدنا رسول الله إن يسد ولكن طيب النفس من النعيم. إن يسد مالي الإنسان يسعد نفسي تزديدا يصفان يسعد خير الكوليس يتبين الحاجة العالية الأخلاق تزديدا هي الأفعال ينس ينس الوديع ومن قرن ناعم إن أعمد فلاس رب السماوات والأراضي نعمة الهداية والتوفيق. ليس ولكن طيب النفس من النعيم. ليس بين الإنسان ذي الفال الخير للمجتمع يسعى ونس يزديه يصفى ينقى يسعى أخلاق ينس أخلاق عالية ينفع عباد الله الصالحين وذني تسذرى إن يسوى ذي النعيم الرب العالمين يثي بيوسان. وبعد ذكر سيدنا رسول الله الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يواصل رسول الله يبين إن الناس نعمة العباد غفلا في الناس العباد وسنتش السنارة العباد وتبغينا الخاص النعمة يديا أنا ما نسمع اسم روحانت ألا ما نسمع إثني السلب رب العالمين أكسنت ناس دشفت يا رسول الله إن يسمع من الصحة أكثر النعمة من الفلاة ذي المعنى يجب أيها الإخوة الكرام اجعلن سيدنا داود عليه السلام نبي من أنبياء الله رسول من رسل الله إلى قومه كان يدخل المسجد فيجلس مع الفقراء فيجلس مع المساكين ويقول داود عليه السلام الذي آتاه الله عز وجل ما لم يؤتي أحدا من العالمين جعله يقول المسكين الضعيف يجلس مع الضعفاء والمساكين. ذا المعنى يجب اجعل سيدنا داود عليه السلام ما لديش مجمع عند يعبد رب العالمين هذه روح هذه قيمه الضعفاء هذه قيمه المساكين عشان اسنين المسكين الضعيف هذه قيمه الضعفاء لان يحصى باللي النعم اللي يعبس بفكار رب العالمين إفكاس تنتيب وإنك نغزي بخطان ما لك لا نهضر ضف الصحة كصفة ذا شبس عطاء من الله الصحة والمعطية صور رب العالمين الغنى السعاية ذا شبس وشبش يقول السعاية السعاية رب العالمين يتسيد إفكار الإيمان التقوى الطاعة السيدي دوسا الرب العالمين بالتوفيق. فبالتالي ما يبغى الإنسان الدينير صحيح القلب نقي السريرة إلى قدم كثير شكون المنعم الذي هو المولى تبارك وتعالى. ما يبغى الإنسان أن يغنى قابوليس
يسعى القناعة، يسعى الخوف من الله، ويتبادل عباد الله، ويترجع الشكر من الدم، أدي مثير رب العالمين، ومسمان المنعم، إدي نعما في الله سائر النعم. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله عز وجل هو العفو، هو المنعم، هو الباسط القادر الرافع المعز المذل. هذه هي بيبغى الإنسان، هذه مكثير نعمة ربي الصحة في الناس، هذه مكثير رب العالمين يسيدي في كان نعمة للصحة. اطلب الغرف لابد ذات يوم حول نعمة الصحة أيها الإخوة الكرام. إذا كان الإنسان يبغى أدي مكثير ربي سبحانه عز وجل، أن يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إمدنا ويل لمن ناكها بين فكيه ولم يتفكر، ويل لمن أكل لقمة ولم يستشعر عظمة المولى تبارك وتعالى، ولم يستشعر نعمة الذوق التي أعطاها الله تبارك وتعالى له. نبي عليه السلام في ذات العفو يبغى في الصحة، أش يخدم؟ أن يحاول أن يتخلص النعمة من نعم الله عز وجل، نعمة تاع البنة، نعمة تاع الذوق، الشم الذوق. النبي عليه السلام قال ربي عز وجل هكا، واد في جهنم ويل، واد في جهنم ويوميتي هكا، إلى عبد الله يوصل النعمة للماكلة للرزق، أتسير داخل كيميس، يرناو في تفتيارة بأن تلك النعمة ذاك الرزق هو من الله تبارك وتعالى. ويل لمن لاكها، إنسان يروح يقضى حاجة، لمن لاكها بين فكيه ولم يتفكر، ولم يتفكر المولى تبارك وتعالى. لنختم أيها الإخوة بقصة هارون الرشيد، قصة معروفة في بيان شكر المنعم والإحساس بنعم الله عز وجل. هارون الرشيد تعرفوا كيف؟ هارون الرشيد في الزمان نتاعو في الوقت نتاعو قيل أن بني مسجد بمساجد الله على عهد هارون الرشيد السنة فيها 365 يوم. هكذا من العلم الله يبارك اللي عطاه ربي في الزمان نتاعو، قيل بنا واحد الجامع داروا له الطيقان هكذا في القبلة كيما الطواقم هذو اللي راهو من فوق، كل نهار كي تشرب الشميسة تدخل في طاقة واحدة 365 طاقة، هذا صغير الضوء هذا صغير، كل ما تشرب الشمس نهار تدخل في واحدة هكذا. هارون الرشيد هذا في زمانه أعطاه الله عز وجل الفراسة، افكسر بالفراسة من أهل الإيمان. ذات يوم الشيخ هارون الرشيد يوالى السحابة في السماء، يوالى يدي السحابة كيما حنايا يدور ذباب السحاب وبعد ما كانش مطر، ولكن هارون الرشيد واش قال للسحابة هذا؟ قال لها يا سحابة شبهة تدور جا الريح يروح عندي يصفر بعد ما كاينش خلاص راحت. واش قال لها هارون الرشيد؟ قال لها شرقي أم غربي وامطري حيث شئت فخراجك يأتيني. حاجة سهلة. قال شرق نغرب أيك فرادي أرعو ذادي أيك وياك روح اثبتي كهوان مطرت فضلك فل الخارج من الرزق النيل أدي سلامة دادي غوري.
فشنو هذه النعمة؟ هي هارون الرشيد. ولكن ذات يوم اختبره أحد الصالحين. جاء عنده أحد الصالحين على نعمة العافية. قالوا يا إمام، قالوا نعم، مشكلة، أشوف غير. إن يسلو كان ربي سبحانه عز وجل أذيك السماء، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قالوا كان ربي عز وجل واحد نهار يرفد علينا المطر ولا شمال. إن يسلو شحال سنة دار نص الكاس سوبرمان باش تصور بكم تشتري كاس ماء؟ فقال له هارون الرشيد بنصف ملكي. هارون الرشيد خليفة، هارون الرشيد عفوا السلطان تاع الزمان تاعو. إن يسلو شحال دار هو عمل إن يسلو دار صنف صباين سعير للمول كيلو. زاد اختبروا هذا العبد الصالح، قالوا ولكن إذا كان شربت الكاس تاع الماء هذاك وبعد الصلاة اللي حصل تاع الدولة كرمكم الله، شربت الماء ما بغاش يخرج، جيب الطبيب تاع الدنيا ما يخرجلكش الماء. قال له بكم تشتري نعمة العافية؟ قال له أشتريها بملكي. يعني يسمع عبد الصالح حكيم ما لي تصلي لي ما عنده في دار الصبر، سوا شحال ما في دار ليس في دار نص نصف بين سعير نصف من كيلو إنس، ولكن ما قلنا سوي مناكير وبعد كيف ربي المرض ابتلي كيف الله عز وجل سوى الطار سوى شعر اسم ضد الصحة إنس أذن فقر كامل أي سعير أشتريها بملكي سوى سعير كامل يا نا وتصرف نعمة الصحة نعمة العافية اهدفك رب العالمين جلال. فإذا أيها الإخوة الكرام الاستنتاج عفوا اللي نجيبوه هو كيفاش نشكروا ربي سبحانه عز وجل على النعمة الصغيرة اللي أعطانا ربي سبحانه عز وجل. ها كل واحد فينا يتصور دار تصلي الجمعة ربي يهداه، شوف الإنسان اللي راه في المستشفى، شوف الإنسان اللي راه يطلب باش يشري الدواء، شوف الإنسان اللي راه يجري باش ينقلوه للخارج، صحاب تاع البلايا إلى غير ذلك، فلنتوب إلى الله تبارك وتعالى إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.